نعم نعم، يوجد سفر. علي بن أبي طالب عليه السلام من يقول تزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن أمامكم سفر طويل. هذا رجل يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول لي يا ابن رسول الله إن لي أخ ببغداد وأخشى أن يموت في بغداد. قال لا تخشى، كل روح صالحة فإنها تأتي إلى وادي السلام في النجف الأشرف. اللهم الأرواح الطالحة، فكما ورد بالنصوص وين تذهب؟ تذهب إلى وادي برهوت في اليمن. هذا ملك الروم يسأل الإمام الحسن عليه السلام، يدز له رسالة يقول لقد علمت أنك من علماء المسلمين فإني سائلك عن مسألة. فالإمام الحسن بعث له رسالة قال نعم لست من جهال هذه الأمة فاسأل مسألتك. كتب لملك الروم إلى أين تذهب الأرواح الكافرة بعد الموت؟ هاي الأرواح الطالحة السيئة الكافرة وين تتجمع؟ كتب للإمام تذهب إلى وادي حضرموت، أو في رواية إلى وادي برهوت في اليمن.